بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل ما نبدأ في الموضوع، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأعاده الله علينا بالصحة والعافية بحق الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العمل الجماعي أهميته وفوائده. العمل الجماعي أوصيكم به كما أوصى به مراجعنا، وأخص بالذكر هنا العمل الديني من عبادات كالصلاة على محمد وآل محمد والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة جماعة بالمسجد والمشاركة في أفراح وأحزان أهل البيت عليهم السلام وكثير من الأعمال لأهميتها في الحياة، ويرتقي الإنسان ويتقرب بها لله، ولربما تقبل صلاة المؤمنين لكرامة مؤمن قبلت صلاته في الجماعة لما فيها من الأجر والثواب الجزيل، وإن الله يضاعف الحسنة كما قال في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، صدق الله العلي العظيم. بالعمل الجماعي ينال الشخص أكثر ثواب، أكثر ثواب يناله الإنسان في مشاركته فيها. يعني إذا صار عندك عمل جماعي شارك في العمل الجماعي، خلي العمل اللي تسويه أوكي بس شارك فيها أو التشجيع لها. أما بالنسبة لحساباتنا، حسابات الأجر عندنا نحن البشر، إن العمل الحسنة بعشر أمثالها كما ذكره الله في الآية، وهذا للعمل الفردي. أما العمل الجماعي فأكثر، وسنوضح ذلك بمثال. فلو فرضنا إن أحد من الناس عمل مشروعا دينيا كالصلاة على محمد وآل محمد، فينقسم الناس تجاه هذا العمل إلى عدة أصناف. أذكر منها: شخص اشترك فله أجر الحسنة بعشر أمثالها، شخص اشترك فله العشرة. الشخص الآخر لم يشترك ولكن شجع لهذا العمل، فمن يلتحق بهذا العمل فينال الشخص الذي لم يشترك الذي شجع أجر كمثل الذي اشترك. أما الشخص الثالث، شخص اشترك وشجع هذا العمل، سينال أكثر ثواب لأنه سينال أجر ما عمل وأجر من اشترك بسببه، وهكذا تتضاعف الأعمال. يعني إذا شخص اشترك بدعاء من قوله بيتضاعف، ولو دعا أحد ذا بينال هو نفسه العمل. أما الشخص الرابع، لم يشترك ولكن التزم الصمت، لربما ينال الأجر من عند الله، فهو المتفضل علينا جل جلاله، وهذا الشخص لربما يكون أفضل من الشخص الذي يليه منه الذي لم يشترك لكنه أعاب أو أحبط العمل حتى لو بكلمة لطيفة، كمثل ما يقال: إن أنا أعمل لوجه الله. إذا صارت فيه شراكة قال: أنا أعمل لوجه الله، ونفر لسببه آخرين بسبب كلامه النفور. أما العقاب فممكن لا ينال لأن الله أكرم الأكرمين. وشخص، الشخص السادس، الصنف الآخر الأخير السادس، شخص لم يشترك ولكن نصح
لأجل تقويم وتصحيح العمل، مثل ما إذا كنت في جروب أو جلسة وتتكلم بكلام ورأيت من يعدل ويصلح لك، فهذا خصلة حميدة منه وليست مثلبة، وتقبلك للنصيحة يعد حالة إيجابية منك. وأختم وأنهي حديثي هذا بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه السلام: وألزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.